عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة 9 في مادة محاسبة الضرائب للفرقة الثانية، درس التكاليف وواجبة الخصم. هنكمل يا جماعة، هنكمل التكاليف درس التكاليف وواجبة الخصم للفرقة الثانية. تعالوا نسمو بسم الله الرحمن الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده تابع درس التكاليف واجبة الخصم. الحلقة دي يا جماعة الحلقة القبل الأخيرة، يعني فاضل حلقة واحدة تاني هندي فيها مثال خاصة بالثلاث حلقات، الحلقتين اللي فاتوا والحلقة دي. الثلاث حلقات دي جماعة مرتبطين ببعض، فأنا هديلكم مثال لم الثلاث حلقات بإذن الله. هنتابع النهاردة أنواع التكاليف وواجبة الخصم، هنعرف برضو التكاليف وواجبة الخصم إيه وهي وهي بالظبط، تمام كده؟ تمام، فالكل يركز معايا والكل يكتب ورايا، لأنه في نقاط أنا همليها مش هكتبها، مش هكتب كل حاجة. فاللي بيسمع الفيديو دلوقتي إذا كان ولد أو بنت يكتب ورايا أول بأول، وفي حاجات أنا هقف عليها وهمليها لكم بالتمليه، همليها لكم إيه؟ ملي، تمام كده؟ تمام. هنقول ايه يا جماعة؟ هنكمل انواع التكاليف واجبة الخصم. انواع التكاليف واجبة الخصم، هنبدأ اكمل بالقلم الاسود زي ما احنا تعودني، بس يا رب يكتب على طول. يعني واحد، الحمد لله كتب على طول. المرتبات والأجور والمكافآت المرتبات والأجور والمكافآت يا جماعة من التكاليف، من التكاليف واجبة الخصم. واجبة هي الخصم، تمام كده؟ تمام، تمام يا جماعة، تمام. يعني عرفنا أول حاجة المرتبات والأجور والمكافآت من التكاليف هي واجبة الخصم. يعني لو ذكرنا في التمرين المرتبات والأجور والمكافآت هي اعتبرهم من التكاليف واجبة الخصم، وهم يتخصموا من صافي الربح المحاسبة. اثنين، ثاني اثنين اللي هي مصاريف التأسيس. مصاريف يا جماعة التأسيس، برضو مصاريف التأسيس تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، تعتبر أو من التكاليف على طول، من التكاليف واجبة الخصم. أغلبية اللي أنا هكتبه لكم وأشرح لكم النهاردة يا جماعة من التكاليف وواجبة الخصم. ليه من التكاليف وواجبة الخصم؟ لأنه الدرس نفسه بيتكلم عن التكاليف وواجبة الخصم، عايز يعرفك التكاليف وواجبة الخصم إيه وهي بالظبط، تمام؟ يبقى الدرس خدنا درس قبل كده الإيرادات الخاضعة للضريبة، وعلشان اسمه ليه الإيرادات الخاضعة للضريبة يا جماعة، عايز يعرفك الإيرادات إيه وهي اللي هم الخاضعة للضريبة. الدرس ده التكاليف وواجبة الخصم، عايز يعرفك إيه التكاليف لواجبة الخصم، خلاص؟ خلاص. دي تاني حاجة مصاريف التأسيس. ثلاثة، وهي مصاريف الإعلان. مصاريف يا جماعة الإعلان، مصاريف الإعلان عندنا ثلاث أنواع، عندنا ثلاثية أنواع. واحد أو مثال لي أول مثال وهو مصاريف دوري. مصاريف دوري، تعالى اتملى معايا، اتملى معايا او اتملي معايا مصاريف الدورية. مصاريف الدورية يا جماعة زي الاجندات، الاجندات سيبك من الاجندات، المفكرات والنتائج وغيرها من الهدايا بغرض الدعاية، بغرضية الدعاية والاعلان، وتعتبر من تكاليفية واجبة الخصم في السنة التي صرفت فيها، في السنة التي صرفت فيها. تعالى اتمليها لكم تاني، اهم حاجة عرفناها نحن هي واجبة الخصم من التكاليف، من التكاليف
واجبة الخصم. تعال نملها لكم تاني يا جماعة عشان في ناس ملحقتش تتملاها. مصاريف الدورية زي يا جماعة زي المفكرات والنتائج وغيرها من الهدايا بغرض الدعاية والإعلان، وتعتبر من تكاليف واجبة الخصم في السنة التي صرفت فيها، في السنة التي صرفت فيها. هو هيحدد لك في المثال النظري ده اللي بكتبه لكم على السبورة أو الحلقة دي. النظري يا جماعة المطلوب منك إنك أنت تعرف التكاليف واجبة الخصم كلهم، تحفظهم كلهم زي اسمك، وتفهم معناهم، تفهمية معناهم، علشان لما نيجي يدينا مثال نعرف نحل على طول، نقرأ المثال كويس وندخله في دماغنا ونستفسر عنه ونفهمه كويس ونكتب على طول بخطوات الحل. طبعا انتوا عارفين خطوات الحل اللي هو ايه بالظبط، اللي هو المدرج والواجب والفرض. تمام كده؟ تمام. بالنسبة التاني حاجة في مصاريف الاعلان، تاني نوع في مصاريف الاعلان بعدين في القلم دي اثنية. بالنسبة لتاني نوع في مصاريف الإعلان يا جماعة هو مصاريف إرادية مؤجلة. يبقى مصاريف إرادية مؤجلة، مصاريف هي مصاريف إرادية مؤجلة. اتملى معايا؟ اتملى معايا. زي بالظبط المصاريف الإيرادية المؤجلة يا جماعة زي الحملات الإعلانية، وهي توزع على فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وتعتبر تكلفة واجبة الخصم. يبقى نكتب من التكاليف، التكاليف واجبة الخصم. يا جماعة انت مش بتكتب زي بالظبط اللي هي مصاريف إرادية مؤجلة من تكاليف واجبة الخصم بس كده، لا، لازم تكتب بعد مصاريف إرادية مؤجلة تكتب زي اللي انا بمللهولك. ازاي اللي انا بمللهولك؟ يعني انت هتكتب اتنية مصاريف إرادية مؤجلة، بعد كده هتقول ايه؟ مثل الحملات الإعلانية وهي توزع على فترات تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وتعتبر تكلفة واجبة الخصم ما يخص السنة من هذه المصاريف. كده انت خلصت ايه؟ خلصت تاني حاجة وهي مصاريف إرادية مؤجلة. بعد كده تبدأ سطر جديد من جديد، تمام؟ وهي تالت حاجة، تالت هي حاجة في مصاريف الإعلام. هي ايه بالظبط يا جماعة؟ هي ضمن أصول النشاط والأخرى. ضمنية النشاط والأخرى يا جماعة، ليه الأنشطة الأخرى، تمام كده؟ تمام، اتملى معايا. ضمن أصول النشاط والأخرى يا جماعة مثل إعلانات النيون المقامة على المباني العالية وفي الملاعب وغيرها، وتعتبر من التكاليف واجبة الخصم. من التكاليف واجبة الخصم. تمام كده؟ تمام يا جماعه، تمام. وتعتبر من تكاليف واجبة الخصم بنسبه 25% من اساس الاهلاك. 25% من ايه يا جماعه؟ من اساس الاهلاك. فاكرين اساس الاهلاك يا جماعه؟ درس حساب مقدار الاهلاك. خلاص كده، لو انت لو رجعت او مذاكر ورايا اساس الاهلاك هتعرف اساس الاهلاك معناه ايه. تمام كده؟ تمام كده، خلصنا يا جماعة ضمن أصول النشاط والأخرى. يبقى خلصنا النوع الثالث وهو مصاريف الإعلانات، مصاريفية الإعلانات. معنا أربعة. النوع الرابع، أنا مش عارف ليه القلم يعني هو خايف يكتب يعني ولا إيه بالظبط. أربعة هو إيه؟ تأمينات الدخول، تأمينات الدخول في عطاءات. يعني ايه تأمينات الدخول في عطاءات يا جماعة؟ اول حاجة احنا عارفين ان هو من التكاليف واجبة الخصم. دي اول حاجة عارفينها من البداية من قبل، عشان اسم الدرس زي ما قلنا ان هو درس التكاليف واجبة الخصم. بس عايزين نعرف تأمينات الدخول في عطاءات، في العطاءات ايه معناها؟ بيقول لك لا تعتبر ايه ده؟ ده مختلفة جدا. بيقول لك لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم. ازاي يعني تأمينات الدخول في عطاءات لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم؟ ولكن اذا لم تقم الشركة بالتنفيذ وضاعت حقها في التأمين يعتبر من تكاليف واجبة الخصم.
اكتب ورايا يا جماعة الملحوظة دي مهمة جدا جدا، اللي هي 4 تأمينات الدخول في العطاءات لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، ولكن إذا لم تقم الشركة بالتنفيذ وضاع حقها، يعني حق الشركة ضاع في التأمين، يعتبر من تكاليف واجبة الخصم. يعني لو ضاع حقها يبقى من تكاليف واجبة الخصم، ما ضاعش يبقى لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم. خلاص اكتب الملحوظة دي يا جماعة، ما تكتبوش على السبورة بس، مش اي حد يسمع الفيديو يكتب على السبورة بس وما تكتبش كلام، اهم حاجة الكلام يا جماعة، اهم حاجة هي الكلام. ده بالنسبة لرابع حاجة. خامس حاجة، عشان نكتب على طول تمام كده، تمام، مصروفات التأمين، مصروفات، بدأ يكتب كويس لو التأمين. تعال نعرف مصروفات التأمين. مصروفات التأمين عندنا نوعية، اللي هو قابلة للاسترداد وغير قابلة للاسترداد. يعني مصاريف التأمين يا جماعة ممكن تستردي وممكن ما تسترداش. تعال نكتب واحد قابلة للاسترداد، تمام تمام. طب تعال نعرف زي ايه القابل للاسترداد، مثل تأمين النور والمياه والإيجار والتلفزيون، ولا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم. يعني القابلة للاسترداد، قابلة للاسترداد زي تأمين النور والمياه والإيجار والتليفون، ولا تعتبر من ايه، من تكاليف واجبة الخصم. يعني القابلة للاسترداد لا تعتبر، تعتبر لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، زي ما قلنا. زي ايه يا جماعة؟ زي تأمين النور والمية والإيجار والتليفون، ولا تعتبر من هي، من تكاليف واجبة الخصم. ده اللي قابل للاسترداد، المصروفات القابلة للاسترداد. طب اتنية، غير قابلة للاسترداد. الغير قابلة للاسترداد يا جماعة زي ايه بالظبط؟ زي اقساط التأمين ضد الحريق او السرقة، وتعتبر من تكاليف واجبة الخصم، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، تمام كده يا جماعة. يعني الغير قابلة للاسترداد زي ايه، لازم تكتب ورايا يا جماعة، غير قابلة للاسترداد زي اقساط التأمين ضد الحريق او اقساط التأمين ضد السرقة، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، تعتبر من ايه، من التكاليف واجبة الخصم. ده خامس نوع، ده ايه خامس نوع، وهو مصروفات التأمين. هقسم السبورة وابدأ اشرح لكم الباقي. بعد كده معانا ستة، ستة يا جماعة، وهي ايه العمولات، ستة العمولات، ستة العمولات يا جماعة. العمولات بتنقسم الى قسمين، بتنقسم الى ايه، قسمين، العمولة للعاملين بالشركة، وفي عمولة للغير. العمولة للغير ليها قسمين برضو، بس تعال نعرف اول حاجة العمولة للعاملين، بعدين في القلم الفقر دي، العمولة للعاملين بالشركة. ايه المطلوب دلوقتي من العمولة للعاملين بالشركة يا جماعة؟ تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، مثل عمولة البيع، مثل عمولة هي البيع، يعني دي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. ده بالنسبة للعاملين بالشركة، تعتبر هي من تكاليف واجبة الخصم، اللي هي بتتخصم من صافي الربح، عشان يطلع صافي الربح لصاحب الشركة نفسه، تمام. ده بالنسبة لأول حاجة. طب بالنسبة ثانيا، وهي إلى الغيار، العمولات، هكتب لكم بالتفصيل، العمولات للغيار. العمولات للغير يا جماعة برضو تنقسم إلى قسمين، اكتب ورايا، واحد
لهم سجل تجاري يعتبر من التكاليف واجبة الخصم، اللي ليهم سجل تجاري يعتبر من التكاليف واجبة الخصم. اثنين، اللي ليس لهم سجل تجاري يعتبر من التكاليف غير الواجبة الخصم، غير واجبة الخصم، يعني لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، لا تعتبر هي من تكاليف واجبة الخصم. يبقى العمولات للغيار عندنا نوعين، اللي ليهم سجل تجاري يعتبر من التكاليف واجبة الخصم، اللي ما لهمش سجل تجاري لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. خلاص كده يا جماعة؟ خلاص يبقى نحن عرفنا العمولات، على كده عرفنا العمولات. سبعة، هو النوع السابع، النوعية السابع من التكاليف واجبة الخصم، اللي هو إيجار العقارات التي تشغلها الشركة. إيجار العقارات هي اللي بتشغلها الشركة. عندنا نوعين برضو، إما مستأجر من الغير، إنك أنت بتستأجره أو تاخده من الغير من ناس تانية تستأجرها منها تاخده إيجار، يعني تبقى الشركة إيجار. وإما يبقى مملوكة للشركة، المبنى نفسه اللي فيه الشركة إما تستأجره وإما يبقى مملوك للشركة. تعالوا نكتب كده، واحد مستأجر من الغير، يعني من أي مواطن مع عمارة مثلا أنت تأجرته منه، يعني زي أغلبية البنوك بالظبط، تمام. وإما مملوك للشركة، يعني صاحب الشركة معاه ملك الشركة وملكه المبنى نفسه اللي هو فيه الشركة، تمام كده؟ تمام. تعال نشرح مستأجر وليس مستأخر يا جماعة، مستأجر من الغير. المستأجر من الغير يا جماعة يخصم الإيجار باعتباره من التكاليف واجبة الخصم، يعني اكتب وراي كده، مستأجر من الغير يخصم الإيجار باعتباره من التكاليف واجبة الخصم. اثنين، مملوك للشركة اللي هو لا يتم خصم الإيجار، لا يتم خصم الإيجار، وإنما يخصم الضرائب العقارية التي تدفعها الشركة، يعني الضرائب بس هي اللي بتتخصم، الضرائب بس اللي بتدفعها الشركة يا جماعة هي اللي بتتخصم. يبقى لا يتم خصم الإيجار وإنما يخصم الضرائب العقارية التي تدفعها الشركة. طب هو من تكاليف واجبة الخصم ولا مش من تكاليف واجبة الخصم؟ من التكاليف واجبة الخصم. خلاص كده يا جماعة؟ خلاص، دي بالنسبة للنوع السابع. تعالوا النوع الثامن. النوع الثامن يا جماعة هو المسحوبات. النوع الثامن هو هي المسحوبات. تعال نكتب كده، المسحوبات لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. تعال تملى معايا المسحوبات يا جماعة، تملى معايا كده، لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم مع مراعاة تقييم مسحوبات البضاعة بالتكلفة، مسحوبات البضاعة بالتكلفة. كده يا جماعة خلصنا المسحوبات وعرفنا ان المسحوبات لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، يعني مش بتتخصم. خلاص كده، خلاص معانا تسعة. قلم ده بدأت أقرأ، حد بدأ يكره زيي؟ اللي بدأ يكره القلم يا جماعة يعلق لي كده بكومنت. تمام. تسعة، مكافأة ترك الخدمة. مكافأة، أنا أول مرة أعرف مكافأة ترك الخدمة، ما ياخد مكافأة، اللي يترك الخدمة بتاعته يبقى ياخد مكافأة. مكافأة ترك الخدمة، طب مين بيديله المكافأة ده بالظبط؟ مش مهم. مكافأة ترك الخدمة يا جماعة من التكاليف واجبة الخصم، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. تمام. طب اتملى معايا، مكافأة ترك الخدمة يا جماعة تعتبر من التكاليف واجبة الخصم إذا دفعتها الشركة
الى صندوق الادخار، الى صندوقية الادخار. ده بالنسبة لي مكافأة ترك الخدمة. زي ما قلنا مكافأة ترك الخدمة تعتبر من التكاليف واجبة القسم اذا دفعتها الشركة الى مين؟ الى صندوق الادخار. ده بالنسبة لتسعة. النوع التاسع. عشرة، نكتب عشرة مش تسعة، عشرة. عشرة يا جماعة وهي خسائر السرقة والاختلاس. يعني في خسائر للسرقة، في حد اتسرقت وفي خسائر دلوقتي، يبقى خسائر السرقة والاختلاس. تمام كده يا جماعة؟ تمام. دي تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. تعتبر من هي؟ من التكاليف واجبة الخصم. اتملى معايا يا جماعة مفهوم خسائر السرقة والاختلاس زي ايه بالظبط؟ بقول لك اتملى معايا. خسائر السرقة والاختلاس تعتبر من تكاليف واجبة الخصم بشرط ان تكون ثابتة. مثل ايه بالظبط؟ مثل محاضر الشرطة، يعني بتبقى ثابتة، محاضر الشرطة بتبقى ثابتة. فالخسائر السرقة والاختلاس بتبقى ثابتة، بتبقى ثابتة ليها ورق وثابتة. فدي تعتبر من تكاليف واجبة الخصم ليها، بيجي اخر السنة علشان يعرف صف الربح لصاحب الشركة بتتخصم ايه. الخسائر دي بتتخصم من صافي الربح، من صافي الربح المحاسبة. 11 يا جماعة عندنا حاجة اسمها مصروفات النسري. المصروفات النسري، المصروفات النثرية نفسي انا مش عارفها بصراحة، فهو مديلي اكتر من مثال. بيقول لك المصروفات النثرية ملا معايا وهي مثل مصروف الضيافة والدمغات غير مؤيدة بمستندة، تعتبر من هي؟ من تكاليف واجبة الخصم. يعني المصروفات النثرية تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، واجبة الخصم. تمام كده يا جماعة؟ تمام. اتملى معايا من الأول كده لحد الآخر عشان تكتب كل معلومة أنا بكتبها. المصروفات النسبية وهي مثل مصروف الضيافة والدمغات غير مؤيدة من مستندة، تعتبر من التكاليفية واجبة الخصم في حدود 7% من هي من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية. مثل الإكراميات. يا ريت الكل بيبغى يكتب كل ملحوظة بقولها يا جماعة. 12 يا جماعة وهي حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة. حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة. تعال نفهم الكلام ده، معنى الكلام ده. بيقول لك حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة لا تعتبر من واجبة الخصم، سواء كانت موزعة للشركاء أو المساهمين، تبقى لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، سواء كانت موزعة على الشركاء لو في أكثر من شريك، أو موزعة على المساهمين، أو موزعة على المساهمين. ده بالنسبة لحصص هي الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة. عندنا 13 نكتب هنا، ما نكتبش هنا، نمسح السبورة ونكمل ال 13 هي من جديد. نمسح السبورة دي كلها. نمسح. في حد معي ذاكر يا جماعة؟ امتحانات داخلين عليها، يعني احتمال تبقى اما في 16/6 او 19/6، يعني ممكن تقول انت من 15 الى 20. من 15 الى 20 هيبقى في يوم فيهم في النص او في الاول هيبقى الامتحانات. فشدوا حيلكم يا جماعة علشان اللي نفسه يدخلوا الكلية
يدخلوا الكليه ومحدش يبقى محبط، محدش يقول ان انا مش معذاكر او انا ما ذاكرتش لسه. انت تقدر تذاكر من دلوقتي وتقدر تقفل، وانا لو قلت لكم حاجه يا جماعه مش هتصدقوها، مش هتقولوا ايه طيب، هقول لك ان انا لحد دلوقتي ما خلصتش ولا ماده مذاكره. لان انا حاليا بعمل تلخيصات، بعمل ايه؟ تلخيصات اقدر اخلص بيها الماده في يوم، بفضل الله اقدر اخلص الماده في يوم بعد التلخيصات، بعد ما اعمل التلخيصات لو عايز اذاكر ماده اقدر اخلصها في يوم او يومين بالكثير، يبقى خلصت الماده. فالصعوبه نفسي هي التلخيص، خلصت التلخيص خلصت الماده. خلاص كده يا جماعه خلاص، تعالوا نبداوا في 13 النوع 13. رقم 13 او النوع ايه يا جماعه؟ انه النوع وبعدين في القلم دي. جربت اكسر القلم ده يا جماعه. 13 13 هو قلنا هي المخصصات والاحتياطات على اختلاف انواعها. المخصصات، انا خايف في الاخر اكون ضارب القلم ده والقلم فاضي اصلا، تمام. والاحتياطات المخصصات والاحتياطات على اختلاف انواعها، تمام كده. تمام. طب دي تعتبر من تكاليف واجبه القسم ولا لا تعتبر؟ بتقول لك لا تعتبر، لا تعتبر من التكاليف واجبه الخصم. اتملى معايا مفهوم يا جماعه؟ المخصصات والاحتياطات على اختلاف انواعها بيقول لك لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، مثل مصاريف الديون المعدومة وغيرها من المخصصات، ما عدا المخصصات التي تلتزم البنوك والشركاء والشركات. ما عدا المخصصات التي تلتزم البنوك والشركات. تمام كده يا جماعة؟ يعني المخصصات التي تلتزم البنوك والشركات بها ما تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، غير كده لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم. تمام؟ يا ريت الكل بيكتب عشان انا همسح الجزء ده عشان نعرف نكتب في الجنب اللي هو على اليسار ده او على الشمال. تمام كده يا جماعه؟ تمام. بعد كده 14 14 يا جماعه هي حصه العاملين وارباح الاسهم الموزعه. حصه العاملين وارباح الاسهم الموزعه. تمام. دي تعتبر من تكاليف واجبه الخصم ولا تعتبر؟ لا تعتبر من تكاليف واجبه الخصم لانها معفى، لانها هي معفى من الخصم. لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم لأنها معفى. لأنها يا جماعة لأنها معفى. اكتبوا الكلمتين دول علشان همسحها. يلا اتكتبوا اتكتبوا. طب لو ما حبتش تكتبوا نرجع الفيديو 3 ثواني. تمام كده؟ تمام. 15 وعندنا نحن كم نوع؟ ده عندنا انواع كثيره، هم كم نوع؟ 18 نوع. تعالوا نروح لل 15 يا جماعه. هو مقابل الحضور الذي يدفع المساهمين او يدفع للمساهمين بمناسبه حضور الجلسات الجمعيه العموميه. تعال نكتب كده اللي هو السطر الطويل خالص ده اللي هو مقابل. اكتب ورايا مقابل الحضور. مقابل الحضور، تمام، الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور جلسات الجمعية العمومي. تمام. يعني مقابل الحضور الذي يدفع المساهمين بمناسبة حضور جلسات الجمعية العمومي بيدفعوا له فلوس. طب ما اروح احضر انا ويديني فلوس برضه،
مش مهم يا جماعة، دي تعتبر من تكاليف وجبة الخصم ولا لا تعتبر؟ لا تعتبر، تعتبر لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. لا تعتبر من ايه؟ من تكاليف واجبة الخصم. اكتب الكلام ده علشان همسحه، همسح لحد هنا. انا عايز اقسم السبورة بالظبط يا جماعة. اكتب الكلام ده، حد كتبه؟ حد. طب ما فيش حد كتبه، يبقى خلاص نكمل ايه؟ نكمل 16 وبعد كده نشوف لقينا مكان، لقينا ما لقيناش هنمسح الكلام ده. 16 16 يا جماعه هي المبالغ التي يحصل عليها رؤساء واعضاء مجلس الاداره. المبالغ التي يحصل عليها رؤساء واعضاء مجلس الاداره. طبعا انا عضو من مجلس الاداره فهيديني فلوس برضه. تمام كده يا جماعه؟ تمام. يبقى المبالغ التي يحصل عليها رؤساء واعضاء مجلس الاداره زي بالظبط زي العضو المنتدب، العضويه المنتدب. مش مهم يا جماعه تكتب مثل العضو المنتدب لانه في ناس كتير ما عرفاش ايه معنى العضو المنتدب. تمام كده يا جماعه؟ تمام. عندنا نوعية من المبالغ التي يحصل عليها رؤساء واعضاء مجلس الاداره. عندنا نوع في صوره مكافاه عضويه، يعني بياخذ الفلوس في صوره مكافاه عضويه وبدلات، بياخذ بدلات. اثنين مقابل عملهم الاداري. اثنين ايه؟ مقابل عملهم الاداري. تعال نكتب اول حاجه. واحد، ما شاء الله القلم بدا يكتب كويس. في صوره مكافاه عضوية وبدلات. وهي وبدلات يعني شكلي انا كده هاخذ مكافآت كثيرة يعني بإذن الله لما اشتغل في شركة. تمام. ودي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. لا تعتبر من هي؟ من التكاليف واجبة الخصم. هي صورة مكافأة عضوية وبدلات. المكافأة المبالغ اللي سببها مكافأة عضوية وبدلات يا جماعة دي لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، لأن هي مش بتتخصم من صافى الربح، بتبقى مصروفات من تبع الشركة أو مش مصروفات، هي مش بتتخصم خالص من هي صافى الربح المحاسبة. اثنين وهي مقابل عملهم الإداري. المقابل عملهم الإداري يا جماعة بتتخصم من مصاف الربح، يعني تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. واجبة هي واجبة الخصم، يعني المقابل عملهم الإداري بياخدوا مكافأة مقابل عملهم الإداري. دول هي بتخصم من هي من صافي الربح المحاسب، صافي الربح المحاسب. كده نحن يا جماعه خلصنا المقابل المبالغ التي تحصل عليها الرؤساء واعضاء مجلس الاداره مثل العضو المنتدب، العضويه المنتدب. طبعا انتم ملاحظين انه متفاجئين انه القلم بدا يكتب كويس، لاني انا وقفت الفيديو ورجعت عملت القلم ورجعت شغلت الفيديو من اول وجديد. تمام. ده بالنسبه للنوع ال 16. تعالوا نروح للنوع ال 17 يا جماعه. النوعيه ال 17 هو خسائر السنوات السابقة، خسائر السنوات السابقة. تعالوا كده يا جماعة بدل ما نمسح على السبورة ونكتب من أول وجديد عشان أكتب فيه نوع 18 آخر نوع، اتملوا معايا. عندنا أول واحد ابدأ معايا يا جماعة، اتملى معايا واحد من أول السطر. واحد خسائر مضى عليها أقصر من 5 سنوات، يعني أكثر من 5 سنوات. دي لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، لا تعتبر من هي من التكاليف واجبة الخصم. اثنين يا جماعة خسائر مضى عليها 5 سنوات، 5 سنوات أو هي أو أقل من 5 سنوات، يعني معاك من يوم لحد 5 سنوات، دول هي تخصم من صافي الربح. دول هي يا جماعة تخصم من صافي الربح إذا حققت الشركة ربح، إذا حققت هي الشركة ربح. كده دول خسائر هي السنوات السابقة هتعمل فيهم ايه؟ دول لا تعتبر من اول حاجة اللي مضى عليها اكتر من 5 سنوات لا تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، يعني مش هتتخصم خالص. تمام؟ اثنين اللي مضى عليها 5 سنوات واقل
دي تخصم من صافي الربح على طول، تخصم هي من صافي الربح. دول بالنسبه ل17 خسائر السنوات السابقه. معانا 18 هو اخر نوع مصاريف السفر والانتقالات، مصاريف السفر والانتقالات. مصاريف السفر والانتقالات يا جماعه دي تعتبر من التكاليف وواجبات الخصم، تعتبر من ايه؟ من التكاليف وواجبات الخصم، بشرط ان تكون مرتبطه بنشاط الشركه وليس الاغراض الشخصيه. يعني المصاريف السفر دي والانتقالات بتتخصم عادي من صافي الربح، بس لازم يكون السفر ده خاص بالشركه، مش السفر لك انت شخصيا، السفر لازم يكون خاص بالشركه. كده يتخصم من صافي الربح. كده يا جماعه احنا خلصنا ماده محاسبه الضرائب للفرقه الثانيه، خلصناها كلها. فاضل ايه؟ فاضل حلقه واحده اديلكم مثال عليها باذن الله. الحلقه الجايه هديلكم مثال على الثلاث حلقات اللي عدوا دول، الحلقه دي والحلقتين اللي فاتوا، هديلكم مثال لميمهم كلهم. المثال ده يا جماعه عامل 60 درجه، يعني نص الامتحان. 60 درجه يعني ايه؟ نص الامتحان. يعني هتاخد في المثال ده ممكن نص ساعة، 25 دقيقة، 35 دقيقة، في الرينج ده او في التوقيت ده. هتعمل ايه؟ هتعمل التمهيد. تمهيد الحل متكون من ايه يا جماعة؟ من المدرج، الواجب، الفرق. هتعرف الفرق في الاخر موجب او سالب. لو كان موجب هيتخصم، لو كان موجب هيتخصم، لو كان سالب هيتضاف. هيتضاف لمين؟ لصافي الربح. هتعمل جدول بعد ما تعمل التمهيد، اللي هم الثلاث انواع دول، المدرج، واجب، الفرق. هتعمل جدول متكون اسمه ايه الجدول يا جماعه؟ اسمه كشف التعديلات. هيبقى اول حاجه عندك في راس الجدول اللي هو صافي الربح المحاسبي. صافي الربح المحاسبي ده هيبقى في المثال من التمرين، وبعد كده هيتضاف عليها وهيتخصم منه. لا هيتضاف من التمهيد الحل، ولا هيتخصم برضه من تمهيد الحل. وهتلاقي نفسك خلصت المثال عليه 60 درجه، بسم الله ما شاء الله، خلصه في نص ساعه. معاك ال 60 درجه الفاضلين دول هتخلصهم في نص ساعه، يعني الامتحان اما هتخلصوا في ساعة أو ساعة وعشرة أو ساعة وتلت بالكثير. يعني أنت لو خلصت الامتحان في ساعة ونص، اعمل حسابك أنك أنت هتبقى واثق من نفسك أنك أنت هتاخد الدرجة النهائية بإذن الله تعالى. طبعا مش هقول لكم ان انتوا اشترك في القناه ولا فعل الجرس ولا لايك للفيديو، لانه في ناس كتير مقصره معايا، مش بتضغط اللايك، مش بتعلق معايا، لانه في ناس معينه بس اللي هي بتتابع معايا. فاضل كام حلقه، بسم الله ما شاء الله شرحك كويس، اما باقي الناس بتسمع وتطنش او مش بتضغط اللايك. يعني انا ممكن 500 مشاهده او 1000 مشاهده يطلع 50 واحد بس اللي بيدوس لايك. طب والباقي 950 شخص دول بيسمع الفيديو بيستفادوا ومش مدين، مش مديين الاستفاده لغيره. فانت استفدت من الفيديو، ادوس لايك للفيديو، كومنت برايك، يعني مش هتخسر حاجه. لو انت دوس لايك للفيديو ما علقتش كمان مش هتخسر حاجه، عشان الفيديو بس يوصل لاكثر نسبه او اكثر نسبه طلبه على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى العالم عامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.